هنقول يعني ايه توبة نصوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا التوبة النصوح، اللهم آمين. آمين يا رب. التوبة النصوح يا سيدتي هي التوبة العامة من كل ذنب، بمعنى إن العبد ما ينفعش أجي أقول يا رب طب أنا بصليش وأنا بكذب وأنا بظلم، طب كفاية دلوقتي خليني ما أظلمش وخلي الكذب وخلي الصلاة شوية وخلي مش عارف إيه شوية، فيتوب من ذنبه ويترك الآخر. هذا لا يطلق عليه توبة نصوح. توبة النصوح إن أنا النهاردة بعترف لربي بكل ذنبي وبقول يا رب أنا عبد توب عليا وأنا هقلع عن كل ذنب، عندي إصرار إن أقلع عن كل ذنب، وده اللي ربنا خطب به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ساعتها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. إنما بدون التوبة النصوح إن أنا هجزأ المعاصي وجزأ التوبة، طب كفاية النهاردة أنا بصليش ماشي هصلي لكن خليني أكذب، طب خليني شوية أشرب خمرة، خليني شوية مش عارف أعمل إيه. لا، التوبة النصوح مرة تانية أن يقلع الإنسان عن كل ذنب بلا استثناء. هل معنى ده حضرتك إن أنا لما هقول أنا أقلعت عن كل ذنب إن خلاص هبقى ملك وهبقى معصوم من كل ذنب؟ لا، أنا عندي النية وعندي الإصرار وعندي العزيمة إن أنا أبتعد عن كل ذنب. كوني أقع في بعضه أو حتى ربما أكثر لا قدر الله، ده بشر ووارد هذا، وكل ما حصل كل ما جدت توباتي. ربي سبحانه وتعالى إذا علم مني الصدق أعانني، ودي مسألة في منتهى الخطورة والأهمية طبعا، عشان بعض الناس يقول لك أنا بحاول أتوب بس أعمل إيه، ما نفسي بتغلب. ستغلبك نفسك وسيغلبك شيطانك وسيغلبك هواك إذا لم يكن الله معك. طب الناس اللي بتدعي مثلا تقول يا رب عيني على حسن طاعتك، يا رب انا عارف ان انا بخطئ كتير، عيني ان انا ابعد عن المعاصي، الدعاء لوحده كفايه ولا لابد ان يكون في اجتهاد مننا؟ الصدق لازم يكون في صدق، لازم ربنا يعرف ان انا فعلا ندمان وراجع له. شوفي، التعامل مع الله غير التعامل مع البشر. اكيد طبعا طبعا، اقدر امثل عليكي وامثل على الدنيا كلها، انما مش هنمثل على ربنا. اللي ربنا هيعرف منه الصدق وفعلا عنده اخلاص وعنده نيه طيبه للعوده اليه، سيفتح له الابواب واسعه وهيسهل له الاسباب. هتلاقي اصحاب السوء هم لوحدهم اللي يبعدوا والتانيين بيقربوا. هتلاقي نفسك كارهه المعصيه جدا، ده عشان صدق النيه، عشان فربنا يزرع ده جوه قلبي. شوفي، لما ربنا سبحانه وتعالى ينطق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام رائع جدا: من يصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، من يتصبر، حتى في لفظ كده يتصبر، يتصبر يعني يطلب الصبر، يحاول يصبر، يحاول يبقى حليم، يحاول يعفو، كل شيء هنحاول فيه بصدق ربنا هيعن عليه. اوعى تفكر حضرتك ان بشطارتنا نبقى تائبين ولا بشطارتنا هنبقى طائعين، لا، احنا بالله وحده سبحانه وتعالى طبعا. فما لم يكن عون من الله سبحانه وتعالى للعبد لا يمكن إطلاقا أن يستقيم حال العبد. عشان كده أنا بقول لكل إنسان: أري الله سبحانه وتعالى منك خيرا، الباقي عليه هو سبحانه وتعالى. هو فكان بشطارتنا نبقى كويسين، عمرنا يا ما ناس أزكى مننا وأشطر مننا وربما أرق قلوبا مننا، لكن للأسف للأسف ما عندهمش صدق لهجة وصدق نية مع الله سبحانه وتعالى، فأضلهم الله. ومعنى كلمة أضلهم الله مش ظلمهم، ما شالهمش حطهم ورماهم في قلب المعاصي، لا، هو سابهم لنفسيهم. عارف حضرتك يوم ما سيبنا الرب لنفسنا انتهت المسألة. لحظة واحدة، لو سيبنا لحظة واحدة لنفسنا ضللنا، هلكنا. يعني ايه سيبنا لنفسنا؟ يعني ربنا ممكن يسيب حد لنفسه؟ يا فندم، هي القصة ايه؟ حضرتك ماشية على خيط رفيع قوي، همثله بفتلة كده، فتلة الخياطة دي، ماشية عليها، انت مدركة كويس قوي انك ما تقدريش تمشي الا ما يكون حد ماسك ايدك عشان تقدري تخطي على الخيط ده. تمام، احنا كده يا فندم، احنا ماشيين على خيط رفيع جدا جدا جدا، بجوارنا معاصي من كل ناحيه، وربنا اللي ماسك بايدينا وبيعدينا. يا سلام، غايه الامر حضرتك بس يسيب ايدي هقع في المعاصي، ودي معنى الضلال عشان بس الناس تفهم صح. الهدايه انه ماسك ايدي شايلني شيل بيعديني، بيخطيني من كل مصيبه، بيعديني من كل بلوى، بيبعدني عن كل شهوه، شايلني شيل. الاخر ما عملوش حاجه، هو ما زقوش في المعاصي لكن شال ايده عنه، بس شال ايده عنه، شكرا، ضل الطريق. ما احنا ماشيين على خط رفيع. لا طب، ماشيين على خط رفيع، ماشيين بنتكعبل في المعاصي، فهنيجي ان ما كانش هو سبحانه وتعالى ياخد بايدينا
تقولي لي الله طب ما ياخدش بايدنا كلنا ليه؟ سيأخذ بيد الصادق. كن صادقا سيأخذ بيدك. ما بقولش جربوها، انما ايقنوا بالله هكذا. كن صادقا سيأخذ بيدك، هتمثل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. تمثل على اي حد بقى في الدنيا، لكن شكرا. مش هتمثل على هي ربنا. هي كده بالضبط. عشان كده بنقول يا اخوانا التوبه لابد لها من شروط ثلاثه. حضرتك قلتيها في الكلام الرائع جدا جدا بتاع حضرتك في المقدمه، ان لازم يحصل شيء من الندم. ما بقاش هي فرحان قوي، ده انا كنت مقطع السمكه وديلها. لا، ده انا افتكر اي مصيبه كنت بعملها دموعي تنزل، ما نزلتش الدموع قلبي ينزف، ابقى حزنان ازاي ده حصل مني، ويا رب لك الحمد انك امهلتني وسبتني وما خدتنيش وانا بعمل المعصيه دي، وسبتني لحد ما فقت ورجعت لك. ففي ندم فعلا. نمره اتنين، في اصرار على اني مش ممكن ارجع للكلام ده تاني مستقبلا، وفي عزم حالي فوري على ان اقلع. في جيب علبه سجاير خدها وقطعها ومش هشتري تاني. ابقى بجاهد نفسي طبعا. عندي في بيت ازازه حمراء، مش حتى استنى لما حد يجي لها ابقى اهديها له ولا ابقى ابيعها، ده انا هكسرها وانا اسف جدا هرميها في التواليت. شكرا. يبقى ده الفوري، الاقلاع الفوري. اذا تحققت هذه الشروط الثلاثه ثق تماما بان ربنا هياخد بايدينا وهينجينا وهيسهل لنا السبل. لو ما فيش عندنا هذا الصدق للاسف لن نستطع ان نفعل شيئا. طبعا هنضيف حاجه كمان رابعه مهمه جدا، لو الذنب في حق العبد، ان مش هيكفيني ان اتوب واندم وعيط على ان عملت ذنب في حق اخويا ولا جاري ولا زوجتي ولا اختي ولا الكلام ده كله، مش هيكفيني ان اعزم ان انا ما اعملش كده تاني، مش هيكفيني ان انا ابطل ظلم، لازم اروح للي ظلمته، لازم اروح له سامحني. حد يقول لي ما انا ما اقدرش اروح لهم، خلاص اصبر على نار يوم القيامه بقى. انت ما انتش قادر، اصبر على نار يوم القيامه، خليها عندك شجاعه. انت كان عندك شجاعه وظلمت،